اللي هو الله الطريق أكبر سداف، كده فوق باب الجبل. نشرة التي تمركز فيها عصابات الأسد من قبل هو التوحيد، كتاب من هذه السنة 16/2013. لواء التوحيد الفوج الرابع كتاب من هذه السنة تقوم باستهداف تجمعات شبيحة بالقرب من مبنى الشرطة. مبنى الشريتون، وإصابة مباشرة بإذن الله، والدخان يتصاعد من مبنى الشريتون. استهداف بمدفع جهنم. الله أكبر. الله أكبر. الله، إصابة ما شاء الله، لك احترق أكثر.